نحن نازحين من اهالي بيجي ومكحول والصينيه نشكو همنا لله سبحانه وتعالى ثم للحكومه المركزيه في صلاح الدين نحن في مجمع فاطمه الزهراء جاء امر من المستثمرين بين ترحيل من هذا المكان الى الى جهنم الى جهنم نقول لهم يا ابو وين نروح يقولوا وما تروحوا روحوا تروح على المخيم المخيم ما يسكن به، الخيمه هي الحاله حاره فهنا على الاقل لنا هنا فين نكرف لنا نسمه هواء زينه هناك ماكو مخيم ومحصورين فلوس ما عندنا تعال نروح ناجر زين رجعوا ديارنا ما مسموح نرجع لها لان احنا البيج والصيني ومكحول خط احمر ما يخلونا نرجع واحنا انتخبنا المرشحين من القياده من كلها وتدللون وتامرون امر وصار وأنتم اخواننا وأنتوا اهلنا وبعد انتهاء الانتخابات ما شفنا التليفون سدود تخبر علي ما يحصل فالساعة احنا هنا برمضان اضعف الايمان اضعف الايمان ينتهي رمضان اضعف الايمان على المقدره نكمل رمضان نعيد ورا العيد ذاك الوقت نقدر ننجاز بنفسنا خلينا نحترم رمضان واحنا مسلمين سنة الـ 2016 برمضان 2016 الدواعش رحمة الله عليهم رحلونا وبرمضان واكثر اغلبية العالم فطرت فاستعين احنا الحكومة العراقية مسلمة هي نعم مسلمة فا مسلمة احنا ما نقيس مع الدواعش لا الدواعش هذولاك طالعين عن طاعة الله وعن مثل ما يقول العرب فانتم مسلمين خلونا غير خلون رمضان ورا ما ينتهي رمضان نشوف مكاننا الله يسهل لنا وين نروح. بس برمضان هالعالم كلها صيام كبار وصغار وناس مرضى، ناس يتامى مبلغ ماكو، شغل برمضان حاليا شغل برمضان حتى هذا شغل ماكو. من يقدر يشتغل ويصوم ماكو. يوميتنا كلها يطلع الواحد يوميتها 10000 آلاف دينار ما يلحق يجيب فطور له. المريض زحمه تروح على المستشفى كلها فلوس، الطبيب كلها فلوس، فاحنا شو يصير؟ وانا بالنسبه لي عائلتي بالنسبه لي عائلتي انا هسه ساكنين ببيت و... و... وعندي شهود 32 نفر 32 نفر والله زين انا واخوي 32 نفر وقاعدين بهيكل هم هيكلين يلا كفنا هم انا بها نقص زين وقاعدين واحنا ايه حاره وتعرفون كلكم شو هل احد هل احد يقدر منكم انت المسؤولين يجي يسكن مكاننا؟ ما يسكن فكيف هذا تروح الخيمه؟ زين احنا قاعدين منتشرقين بالبيت وراشين القاع ولا كهرباء اكو ولا مي مي ضعيف وقاعدين م م هذا نستحمد الله ونشكره وبعدين انتم جايين النوت اه فوق الهمغم يعني فوق الحمله علاوه يعني فوق ما الله فين حظنا ويوم يوم, يوم مكان أنا رحت للحويجه ورحت للشرقات وبتكريت والشرقات اربع مرات تحرك من مكان لمكان واخر شيء يعني هنا صار لنا تقريبا سنه ونص احنا واحنا مخيم كبير اه مجمع كبير بي تقريبا بال 400 قال هذا الحدود بان هذول نازحين كنا من المناطق اللي ما مسموح لها العوده وعوده ما طلعت وامنيه ما طلعت لازم ينسرع على الامنيه ولازم ينسرع على الامني ولازم ينسرع على المدري وين فما يصير هاي مو حاله مثل ما حكوا الاخوه قبلي نفس الشيء هم جاعدين بهياكل وفاين حظنا وكل شيء ما عندنا لا رواتب لا شيء اكو هسه اكو بيها مرضى والله كل شيء ما عندها لا لا نشتغل هنا ما عندنا كل شيء يعني جاعدين وجونا البارحه يقولون تعالوا تطلعون من هسه تشيلون يعني يوم ما حسيت يريدونا لازم نطلع وين نطلع ليش خلي رجعونا لمناطقنا نطلع ما رجعونا مناطقنا ما نرجع فماكو ما عندنا اي حل اي حل ما عندنا خلي يجون هذول دقم الصور على الشارع خلي يجونا هنا خلي س... خلي يجي المسؤول خلي يجي هنا شوف شوف واحنا ساكنين هو ده يجي هنا يقوم ي... يكشف صفحه ويدي حزنها هالبلوك وين نروح زين <تساني>. خلي ينطونا شهر اريد شهر اريد شهر وراهم ما اريد شيء ورا رمضان مو هسه يدي شلون هسه اذا طلعنا وين رحنا هسه وين والله ما اكو ما رواتب ماكو حتى واحد تاجر لبيت المسؤول يقبل يجي يشوفنا المسؤول خلي يجي المسؤول يجي خلي يجي يقعد له يوم هنا خلي يجي يشوف المسؤول والله ساعة واحدة ما يظل هنا بالهيكل المسؤول ذا يجي ماكوش والله بهالحر عرقنا يوكت وصيام يعني هسا ما يجون يجيبون مولد ما يجون هذا المسؤول ما يجون يجيبون مولدات يشوفون حالتنا هنا ماكو ما مبردات جابوا لنا كل شيء ما لا مولدات ولا مبردات كل شيء ما شفنا من عندهم بلوكو يريد هاي حاطين شواد فوق البيت شواد اللايلون يعني مو مصفوف شوادر فوق اللايلون حاطينها اكو بالله عليك واحد يسكن بها هاي هم ما يقدروا يطبون الناس ويشوفون هم ما ها وهسه غطيناهن بكوادر ها سيدي يشيلون المحافظ وينه مجلس المحافظة وينه كلها ماكو يعني الناشد ونصيح وكل شيء ماكو وقبل انتخابات يومية يجينا واحد اشتيدون حاضرين على روسنا بس قولهم والله العظيم ما حد ما شفنا اي واحد من صار انتخابات ورا ما الانتخابات انتخابات هسه يدي شايلونا يدي هسه انا استاذي هسه الناعم من الدوله اريد بس يبقون شهر او بيوتنا ها برضه بضاعنا رتب بضاعنا نشوف هسه صيام وشمنا يبسانه فاين حظنا يعني يدي يرجعون هسه انا برمضان الناشد الدولة الناشد الدولة تشوفنا وتشوف معوناتنا وتجي علينا مدرستي عفتها صار اربع سنين تهجرنا لل الشرقات من الشرقات كركوك وجينا هنا واريد ارجع على مدرستي اصدقائي كلهم مكحوا عفتهم لما شت وصار لي صار لي مستقبلي راح يعني اريد اريد بس يرجعونا يعني ما يجون خل خل يجون يشوفونا يعني يريدون يشيلونا يعني ما شيلونا مثل هالوقت غير الدواعش جم شيلونا يعني هسه احنا الصيام معني خل يجون يقولون لنا ظلوا بس خلينا قبل ورا العيد شهر ريد بس يجون يقولون الشهر ظلوا والله ما ظل شهر حتى تكريت ما ظل بس خلي يرجعونا يعني بس يريد نرجع حتى يا خلي يسوون عوده خلي يرجعونا على مكحول على بيجي على الصينيه خلي يرجعونا يعني خمان نظل هيك بانتخابات يجون يوميه ينطونا الصور يقولون انتخبونا وكل شيء يريد يشتيدون احنا ننطيكم ونرجعكم على على دياركم قلنا, قلنا لهم احنا ننتخبكم وانتخبنا على الصجري وانتخبنا وانتخبنا شو ماكو شو نغلطه ولا ولا بين من عندهم حتى حتى بالمحافظة منهم ما شفناهم يعني كل من كل من طلع طلع اخذ الأطفال وطلع على على, على على غير دولة يعني هذا تقبلونها يعني نظل احنا متهجرين ها هي كافي احنا مهجرين صار لنا ثلاث سنين مهجرين ومدر كنا ندرس انا يعني بالخامس مدرستي بالخامس اخواني هم ذولاك هم فين حظنا بهياكل ما عدنا مساعدات اي شيء ما عدنا فلوس ما عدنا كان ناجرنا بيت، قالوا لنا قالوا لنا ثلاث تلت... ثلاث تلت... ثلاث ايام ثلاث ايام تشيلون يام... ثلاث ايام يشيلون قالوا لنا ما وين نروح؟ ابو انتخبنا. أب مازن انتخبناه ابو مازن انتخبناه قالوا لنا قال لنا لوني... احنا حاضرين ثلاث تل... ايام، وهسه عينا مهجرين كل شيء ماكو اي شيء ماكو اني اني اخواني ما عندنا كل شيء مدرسه اخوان اولاد عمي اي شيء لنا رجعونا على ديارنا رجعونا ما اريد كل شيء رجعو رجعونا على ديارنا البيجي والصينيه ومكحول اي مكان ما عندنا كل شيء فاين حظنا مهجرين قاعدين بيوت هياكل ما يسكنها يلا ابو مازن وضعك تعال اذا انت سلم شوف مكاننا شوف مكاننا أنت مو بخير؟ تعال شوف مكاننا، يدشينون والله ما نشيل، ما نشيل. لو رجعونا على لو ما نشيل، وحدة من عندهن. تعال أبو مازن، جيب جهالك شوف ارجع بمكاننا، شوف جهالك. جيب جهالك وتعال، ما عندنا كل شيء. فينا حظنا وكل شيء ما عندنا. نساعد المحافظ والدولة، تشوف حالتنا صار بينا. رجعونا على ديارنا بس اريد ماري <applause> اني اني رجعونا على على مدرستي ما اريد كل شيء ما اريد كل شيء طولنا أمنيات نرجع على ديارنا امنيات امنيات أبو مازن انتخبناه وين الثاني هالطوله لغوغ مو قال لنا كان انتخبوني وعليه وعلي, وعلي وينها كلام كلام ما ارجع من كلام اذا ينطيني كلامي وين كلامه ابو مازن ابو مازن انت قلت اي مسؤول مو ابو مازن الخوش ادم يجي يشوفنا بحال حالنا العرض هسه يصير جهالك يقعدون ببيت هيكل يصير جهالك الدنيا حاره الدنيا مود شوف العرق الصار بينا صايمين باي مكان مسؤولين وين المسؤولين؟ المسؤولين وين؟ ورا انتخابات صورهم على الشارع صورهم على الشارع قالم وسعنا كل واحد بديره بتركيا باي مكان هسعنا كل يت... ما ظل واحد هسه بالعراق ما ظل واحد يلا في مكحول ما رجعوا عليه احد غير يمكن ست بيوت الست بيوت طلعوا عودتهم طلعت واحنا ما ما طلعوا لنا عوده فهسه احنا يريدوا يشيلونا من هذا المكان فلوس ما عندنا نروح نأجر يعني أنا أشتغل بعشرة آلاف والأجار بستمية ألف أنا وين يعني العائلة أصرفين لو أصرفهن على الأجار مرضى أبويا متوفي أمي متوفية العائلة كلها برقبتي وأنا ولاني يعني الحال شنو الحل نشيل وهاي يعني إحنا يعني إحنا شنو مو عراقيين شنو وين تروح بهذا الحر هذا وين تروح بشهر رمضان يعني وين تولي؟ تروح على المخيمات مخيمات نار نريد نطالب من عندهم شهرين بهذا المكان ورا شهرين بل تطلع لنا عوده يطلع لنا امنيه نرجع لديارنا هاي البيوت كلها لقيناها مفلشه يعني بهذا برمضان العدا شيلونا الدواعش 15 برمضان وهسه هم يريدوا يشيلونا يعني همين 12 برمضان زين احنا هسه لو شنو وين نروح؟ عن مخيمات؟ لا عن مخيمات مرة يريد يسجنونا خل يسجنونا شيل من هنا ما نشيل أمكانية ما عندي أنا عشرة ألاف مرات خمسة ألاف يعني أحطها على المريض لو أحطها على الأكل لو أحطها على الأجار الأجار مية ألف ديزل ماكو تعيش أنت ماكو ديزل كهرباء ماكو قبل الانتخابات شو تريدون احنا حاضرين عجيب لكم مولد نعيد عليكم الوطنية الوطنية كانت ما تطفي بشهادة ورا ما انتخابنا لا وطنية ولا مولد كل شيء ما ظل وشوفت عينك وهسه يريد يشيلون يعني الانتخابات خلصت هم كل واحد شكله الله يعلم ايش قد كم مليار وعلى الاردن على الدول الغربية وخلونا احنا هنا بهالحر وهسه تفضلوا تا ترجعون انطونا انطونا عودات انطونا عودات. عودات نرجع باكر نروح على ديارنا وين نروح؟ وين نروح؟ وين نروح؟ هسه لو منطقتنا ما يقول لك انت ما عندك عوده ترجع لمنطقتك. ما عندك عوده. زين ما عندي عوده عجلان وين اولي؟ خلوني قاعد بهذا الهيكل ما اشوف الله يفرجها انت الله يفرجها. شنو مو عراقيين؟ بس وفوقها احنا ترى اغنى دوله يعني هو العراق اغنى دوله بس الشعب الشعب افقر افقر شيء بالدول المجاوره. يعني عندك الكويت الكويت. الامارات الطفل من يجي يسجله لارات المسؤولين حراميه كلهم حراميه المسؤولين كلهم حراميه يجي يعني يتفقر قبل الانتخابات يقول لك ايه انتخبني وراح اسويك موظف راح اسجل لك على وظيفه كذب بكذب ورا ما انتخبنا كل من فلت اخذ عائلته وفلت حاطلة له 6 مليارات سبعة بالجيب وبعد ما عرفك بس قبل الانتخابات كان يعرفني هسه خلي يسوون لنا عوده وامنياتنا تطلع والله العظيم باكر شيء يعني يعني احد يقبلها يسكن بهاي الهياكل هاي الهياكل احد خلي يقبلها يسكن خل المسؤول يجي يسكن. يجيب عائلته ويقعد بهاي الهياكل يال. يعني هاي يعني ما اعرف هم المفروض موضع. هم يدحقون يعني. والله مو وضعيه هاي ولا احد يقبلها بس هم يقبلونها لان قاعدين على تبريد وما فاكرين بالمواطن مواطن فاين حظه مهجر يعني صارنا ثلاث سنين ما نقدر نرجع لبيوتنا شنو السبب ما يرجع لبيوتنا؟ ليش ما يرجع لبيوتنا؟ شنو اللي مسوينا احنا؟ اهانات وغلط لا تروح بالسيطره يقول لك ارجع يبغ عليك ولا كانه يعرف احد هنا يا ابو مغاني ضليت عليش هنا عليك. انا ظليت ومهيون وحجلان على هنا وعلى السلام عليكم انا مهجر من الصينيه وهسه قاعد بهياكل بمجمع فاطمه الزهاك تكريت هسه جانا ترحيل ان رحلونا من المجمع هذا هسه احنا صايمين و... وهسه يقولون اطلعوا على المخيم مخيم ماكو ماكو مهانات و, و... على المخيم على المخيم ما نروح وعلى المجمع ما نطلع من عنده والله طلع ما نطلع من عنده يدونا على المخيم هسه المهاجم الصينيه هسه بيتنا واقع بالصينيه بيتنا واقع هسه بالصينيه هسه يدوس يرجعونا بس نرجع لنا غرفه صغيره ونقعد بيها والله حتى ما اصلا اصلا حتى هسه ما عندنا شيء هسه نقعد على ارجع على المخيم، مخيم مرة راح على البيوت الـ الـ البيوت الـ الاجار ما فلوس ما عندنا اجر بيوت بيوت اجار ما اجر ما فلوس ماكو هسه تعبانه هسه صيام وجهال ونسوان وعجايز ومعوقين ومرضهم هسه هسه شوف هذا هذا ياكل كلها عمرناها شوف الحياطين كلها بنيناهن ما ماكو هسه خليجي المسؤول مسؤول خليجي وقعد جهالة من مقابل هذا البيت البلوك بلوك هذا حار ما يقبل حتى ما قاعد به اذا يقعدها ما يقدر قاعد على عائشة ما قاعد به هسه خي قاعد والله ما يصبر يوم مي... يروح يروح هسه احنا شنو هسه احنا ها ياكل بلوك هاي البلوك وحاره قبل الانتخابات قبل التخلص. قبل الانتخابات هسه الانتخابات الصور شوف ال... الشوارع تنسى الصور كم يجي اربع خمس جوعان موازع على السجري جعلنا انتخب انتخبناهم هسه سووا كل طال خارج تركيا بس هذا على الصجري وها كلها واكله غادي صحيح والله على صجري قاسي بس أنا أنا جاك عادي أركم صينية وبيجي مكحول أرجع عادي أركم هسه هسه حتى هسه حتى ماكو هسه وق وقعد بيتنا وقعد بيوتنا كل وأنت قاعد تعويض هسه ماكو تعويض وقت الانتخابات تعال تعالوا تعالوا انتخب انتخبناه هسه ماكو ما أسو، والله اصلا هذا ما يصير زعما هو عنده انسانيه وعنده انسانيه اصلا هو اصلا هجرون هو المسؤوليه كلها مو اسال على ابو صجري مسؤوليه كلها ايه وهسه هذا الاساء علي قاعد بالبرلمان وحكي على الصينيه وعلى الصينيه درجة على الصينيه ما يصير والله هسه احنا صيام عجايب كل صيام احنا هسه كشتنا الحار وانا اقول افتار بالهياكل وكشتنا الحار كهرباء ماكو مي ماكو كل شيء ماكو مساعدة كل شيء ماكو. يا يعني مهجرين مهالي بيجي، هاي يعني العالم كلها ساكنه كلها كلها ساكنه شياب وعجايز والعالم صايمه. هاي يعني اللي يشوفونها هاي كلها عمال، لا لا لا, لا زناقيل وتروح ياجر ومدون يروح، أخوي شوفوا حل هالعالم هاي العوائل هسه تقبل عائلتك تطلع بهذا الحر وهي صايمه وتروح تدور لها على خيمه وبهذا اليوم بهذا الحار يا مسؤولين يا, يا 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 صلاح الدين يعني اطلع اطلع ابو مازن الاخر شوف هاي العالم شوف هاي مسكن هذا الحر هذا يصمت بيها انتم نايمين ما تدرون عمي هذا مو وضعية هاي هسه خلونا احنا راضين بهذن الهياكل خلنا ساكنين بيهن يعني لما نشوف الحر روح انتم ما الا بهذا الحار يعني سويتوه والله ما هاي مو وضعية هاي يا يا سوونا عودة على مناطقنا بيوتنا عامره احنا في صلاح في بيجي بحي العسكري بس امنيات لا هسه امنيات ترجعونا احنا بيوتنا عامره هسه تروح تاجر يومه عشر ألف دينار يحير بيها شو يجيب لعائلته لو يروح ياجر بيها 15 خلي واحد منكم مكاننا وماكو شغل شغل هاي قاعدين هالقعده هاي ولا كهرباء لا يعني مو وضعيه والله هاي شوفونا شلون وضعيتنا <تصرف> قلبت علينا غير قلبه هاي يعني ما يصير يعني انطونا يعني شيء ساعدوا هاي العالم السلام عليكم أنا نازح من ناحية الصينية الآن إحنا في تكريت في مجمع فاطمة الزهراء جانت جتنا منظمات ويقولون الكتاب من المحافظة بهذا الشهر الفضيل يريد يشيلونا منه يشيلونا من من هذا المجمع زين احنا بينا 400 تقريبا 400 عائله بهذا المجمع نروح وين نعطي وجوهنا هسه اللي يروح اللي عامل هسه هنا يوميته 10000 يعني وين يج أو ينطيها بحلق جار يحطهن يحطهن بحلق عائلة وين يروح اذا فاين حظه وصار له سنين متهجول ويعني ما 10000 ايش راح يسوون؟ لا اذا يحط لهم عائله ايجار الشومبي وجاي هسه بشهر بهذا الشهر الفضيل يريد يشيلونه بهالمناطق المناطق زين اذا شيلونا منها وين نروح؟ وين ننطي البارحه واليوم تجينا منظمات تقول لنا اطلعوا للمخيمات زين بهاي الشمس القويه وجانا الصيف وبرمضان احنا وكبار السن وعجز واطفال زين هالاطفال وين تروح؟ هالاطفال شنو ذنبها؟ صار لها اربع سنين هي متهجوله وفاين حظها شلون بيها؟ يعني والله شيء ما يرهم، زين احد المسؤولين يقدر يجيب اطفال يقعدهم بهيك هياكل بلوك يعني هم قاعدين على سباليت ويعني بشيء ترفيهي غير دول واحنا هنا فاين حظنا اي والله ما يصير زين احنا الشباب احنا كشباب شفنا من مستقبلنا مستقبلنا شفنا من عنده زين غير دول يعني شبابهم متونسه ويعني شيء ترفيهي لهم احنا ما شفنا شيء من مستقبلنا يعني قضينا يم داعش ثلاث سنين فان حظنا هنا صارنا سنه ونص سنه ونص هنا وهسه تالا يجي يقولنا عم يطلعوا هي هياكل لا تشوفونها لتمناها من من شباك وباب ويلا قعدنا بيها صارنا سنه ونص يعني حر يقتل بينا يجي برد يجي برد تسوي بينا شيء ما يرهم يعني مرشحين جونا بس حاطين صورهم وجونا هنا يعني كثيرين يجون هنا يجي ينطيك صور واني 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 قدها واحنا ما وين يعني هسه تاليها ورا ما انتخبنا وكملنا يعني هذا يعني جزاتنا هاي انتم يا مسؤولين انت يا محافظ اه ما يصير والله العظيم ما يصير فان آه هاي اطفال عجز شياب يعني اقلها خلونا شهراً شرن خل ما اكثر شهراً بلش يرجعونا لمدينتنا منطقتنا اي والله ما يصير ايش يعني احنا هسه اذا نشيل منها وين نروح واني من 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 خلال هذه القناه انا آه اقول منا ما نشيل منا شيل اللي يسوون خلي يسوون ما نشيل منا خوش حكي لو يرجعونا منطقتنا يا اخي لا سووا عوده لنا تا نرجع اول شيء قالوا راح نرجعكم على مناطقكم يعني سوينا امنيات ولحد الان ما طلعت ورجعوا 14 عائله على الصينيه ردوا منك هناك ورا الانتخابات تردوهم انتم ليش ما تنتخبون فلان؟ انتم ليش ما تنتخبون فلان؟ يعني حتى المواطن حار بين هذا وهذا ينتخب منه يعني صارت الف فئه يعني ما يصير حكي والله العظيم ما يصير ايش حكي انتهينا يعني هاي اطفال وين نروح هسه وين نطي وجوهنا؟ يعني الا واحد يقعد قفه الساتر وين يروح؟ وين يروح؟ يروح للمخيم فين حظنا فوق يعني لا لا احنا مو عراقيين احنا عراقيين ما صار بينا الحكي يعني لا مسؤول اذا يجي هنا والله العظيم ما يقبل ساعه ساعه ما يبقى بهذا المكان يفان حظنا والله العظيم صار بينا شيء ما يرهم يكافيش كافيش يعني بغير دول هم يعني مترفهين اي والله ما يصير تدمرنا وتبهدلنا يا اخي والله العظيم ما يصير يعني على على السجر وين على السجر وين علي وإحنا فوق ما هي اه احنا صعدناك احنا بن... احنا احنا بن منطقتك صعدناك وخليناك بمكان منصب بالنواب يعني هيك يصير بينا يعني ترجع لنا 14 على ترد يعني ترجع تقولهم شيلوا ما يصير هيك وهذيك بيجي وصينيه ومكحول يعني هنا بينا بال 400 عائله يعني راح يفين حظها وين تروح هالعوائل العوائل وين راح تروح؟ تعال طالبوا بينا، تعال داعوا بينا اقل شي يعني والله كلها برقابكم هاي، والله ما يصيرش حد الله يهجم بيوتهم، والله أني هسه هم من هاي القناه ومن هاي المنبر، الله يهجم بيوتهم ان شاء الله، نسال الله عز وجل والله يهجم بيوتهم، هاي, هاي العوال وين تروح؟ وين تطوي وجوها شمس حارة تروح المخيم يفين حظك تجي منظمات هنا تجي هنا منظمات لسا جتنا منظمة تقول لنا اه اي روح للمخيم يعني يعني يدي شيء 400 عائله تاخذها للمخيم تغادي يعني يجينا والد من ذيك الدول جزاهم الله خير هم جزاهم الله خير تاجون هم يبقونها ويجيبونها كيس عدس وهم ما ينوكل قامت عالم تحطها للغنم شلون بهاي الحاله؟ وين نتوجه هنا وين نروح؟ ما عندنا حكومه ما عندنا دوله شنو احنا ما تقول شنو؟ ورحم الله والديكم جزاكم الله خير وبارك الله بيكم. ساكنين يوم مجمع فاطمه الزهراء. والسيد يا بالمضان برمضان، احنا ما ل... ما عندنا شيء نرجع لا عندنا امنيات ولا عندنا شيء، ينطون امنيات اللي يرجع، ما ينطون امنيات احنا ما ل... ما عندنا كل شيء. ما عندنا كل شيء،, شيء. أسا لا اللي عندنا فلوس اللي نسوي، الاجر ولا عندنا كل شيء نسوي. بس تنفتح مناطقنا يسوي لنا امنيات يسوي لنا عودات، والله ما عندنا كل شيء. والله الواد كله هذا الحي لا ما بي 400، ها كلها. ما هم ما يقبلون يقبلونها هم احنا ما عصانا لا هم يقبلونها يسكنون بهال احنا بلوك جميع جينا لقينا بها خرايب شدينا لها بوب شدينا شبابيك شدينا ما قوه كهرباء والمولد ما عندنا ما قوه ضعف احنا من مكحول فنطلب العوده لمكحول فغير مكحول ما ما نطلع من هذا الحي هسه يريد يشيلوننا اجباري منا فاحنا وين نروح هسه المخيم ما ينسكن وين نروح وديرة ما تخلونا نرجع عليها وهنا لا كهرباء لا شيء لا شغل نروح نشتغل ب 15000 ألف نجي نعيش بها العالم وهاي الهياكل. الهياكل وشوف شلون حالنا وين نروح بعد نحن نازحين من اهالي ناحيه الصينيه وناحيه وغضاء بيجي ومكحول والمناطق المجاوره لها نطلب من المسؤولين من المسؤولين في المحافظه ومن المسؤولين من المنظمات العالميه والمجتمع الدولي بإقادتنا نحن تعبانين ومن المناطق صار لنا اربع سنين احنا مهجرين فهسه حاليا قاعدين في مجمع فاطمه الزهراء في مجمع فيما في تجمع فاطمه الزهراء ويريدوا يطردونا من هذا المكان ويريد يرجعونا ما نسير نرجع عليها وين نروح واحنا صائمين واطفال وشياب ومرضى واحنا في شهر رمضان ولا يسمح لنا بتاجير البيوت فاحنا سح صح... اي أيوة ما امكانيه ما عندنا لتاجير البيوت غاليه وماكو مكان دورنا في صلاح الدين ولا نوجد اي مكان يعني حامينا اول ونحن 195 عائله 196 من بيجي والصينيه ومكحول والمناطق الخارج مكحول نشكر قناتكم هاي المباركه فاحنا نطالب نازحين مجمع فاطمه الزهراء مغابيل الغادسيه في تكريت نطالب جانا امر ترحيل ترحيل العوائل فالعوائل هاي اكثر بيجي وصينية ومكحول فالناشد المسؤولين في صلاح الدين وغير صلاح الدين ان تبغى هاي العوائل في مخيم هاي الهياكل ناس فاين حظها ناس صيام فالناشد المسؤولين تبغى هاي العوائل الى ما حين ترجع عوده مناطقها وتعود على مناطقها ماكو ما عوده وين تروح الناس فاين حظها الناس مشتتة الناس صايمة وين تروح السعانة إذا اللي خرجونها من هذا المخيم وين تروح عودة ماكو على مناطقها وين تروح هاي الناس وبرمضان وبارك الله بكم ونشكر قناتكم المباركة نحن نازحين من هالبيجي وهالصينية والمكحول نرجو من المحافظة تنظر بغضيتنا على هاي الهياكل اللي قاعدين بيها وريد يشيلونا يعني وين نروح لا فلوس نأجر لاكم مكان ولا يسمحون لنا بالعودة على ديارنا يعني وين نروح وين نطي وجوهنا وهاي العوائل صايمة وفاين حظها وجهال أطفال كهرباء ماكو ما يعني ما يصير هذا يعني ينظرون بغضيتنا واحنا نشكرهم شكر جزيل يعني لازم ينظرون بغضيتنا هاي العوائل هاي وين تروح وين تنطي بهذا الحر بدايه نشكركم مع الحضور و... ونحن ساكنين في مجمع فاطمه الزهراء في صلاح الدين في تكريت حصرا وعدد العوائل الساكنه 196 عائله والعوائل اغلبها من المناطق التي لا يسمح لها بالعوده حاليا الى مناطق سكنها القديمه وعادت من عندنا 14 عائله وفوجئنا من المسؤولين في البيجي والصينيه في عادتهم الينا وفوجئنا في قرار قبل اسبوع من الاستثمار صلاح الدين بان خروج العوائل من هذا المكان وبحثنا حقيقه بكل محافظه صلاح الدين على وسيله اخرى مكان اخر ولم نجد وماكو امكانيه ولا رواتب هاي الناس اللي نازحه وناشد من خلالكم يعني القناة هذه العالم والناشد المجتمع الدولي والناشد المحافظ والناشد الحكومه بالتدخل الفوري لمنع الترحيل عن هذه العوائل لحين ما يسمح لهم بالعودة إلى مناطق سكناهم والناشد المسؤولين في صلاح الدين اليوم احنا الناشد المسؤولين حقنا كله عند المسؤولين بالنسبة هسه احنا جايين هسه بهذا الشهر يريد يهجروننا تعالوا يحصروننا يريدوننا للمخيم المخيم ما روح المخيم هذا المخيم اللي روح ينهان هناك بالمخيم مهانة خدمات ما ماكو احنا ناس تعبانين هاي بهالشياب الشياب ها عيني اطفال بالنسبه احنا ما نروح المخيم ها عمي السبب عوده لمناطقنا ماكو خلي يجون هسه اليوم انا اشيل اذا يسوولي عوده المناطقنا اليوم اليوم هذول الولود يسمعون اليوم نشيل مو باكر كل الحي اذا على بيوتنا كنا نجي اذا على بيوتنا فاذا بيوتنا لحدنا احنا مناطق صينيه وبيجي الاغلبيه صينيه وبيجي ومكحول تعالوا تطلع امنياتكم امنيات ما طلعت الناس، سجلنا ما طلعت الامنيات العوده ما طلعت والعوده هسه العوده مو صحيحه من عندهم ها عيني فاحنا ما نشيل احنا باقين بهاي الهياكل بهذا الشهر احنا الناس هاي تركض كلها على لقمه العيش قاعد يروحون هذول الولد يشتغلون عمال ب ألف يعني يلا مزد ويا عائلته يعني هسه يروحوا على المخيم؟ من يعيش هناك بالمخيم؟ ماشي ها؟ ماشي عمي احنا ما ظل وراها شيء احنا نكتنا لا فلوس عندنا ها عمي لا فلوس عندنا لا ظلت عندنا شيء نهبها بزمان داعش هسه احنا قعدنا بهذا الهياكل ها عمي رتبناهن شلون ما كان في سبيل نبغى على يعيدوننا المناطقنا يجيبوننا إعادة اليوم ما نظل هنا وهسه اذا ما يجيبون عوده رسميه لا ما نبقى هنا ابد, أبد ما نطلع وين نروح؟ وبهذا الشهر الفضيل الكريم المسلم ما يطلع المسلمين بهذا اذا هم مسلمين ما يطلعون بهذا الشهر زين يعني ما يصير محافظ هو يلتفت على الشعب ماله له هيك هنا <تصفيق> <تصفيق> عمي والله هم جايين يهينون المواطن <applause> النازل زين <applause> احنا ما نقبل بعد طلعه منا ابد يسوون حل لمناطقنا العين والراس اليوم قلت لك يا بلباشر ما يسوون عوده رسميه احنا ما نطلع من هذا المجمع بهذا المجمع صارنا تقريبا سنتين اللي من مكحول واللي من بيجي واللي من الصينية وأكثرها ناس ناس فقرة ما عندها كل شيء وقاعدين هنا ستر علينا ذن البلوكات اللي ستر علينا مو الحكومة الحكومة ما بدر منها أي شيء زين ما شفنا أي مساعدة ومع الأسف هذا شهر رمضان هذا شهر التوبه هذا الناس صايمه هسه المفروض يتقربون الى الله الحكومه مو يشيلون المسلمين بشهر رمضان بهذا اليوم العصيب وين اهل الصور؟ خلي يشوفون اهل الصور وينهم اللي قبل قبل 10 ايام صورهم ترست المناطق اي والله وكل ساعه جاينا وفد كل ساعه جاينا وفد الريد الريد ممثلين الريد ينتخبونا الريدكم الريد احنا حاضرين شو تريدون احنا حاضرين وينهم اهل وين الصور وينهم اللي شايلونا برمضان الا يتقون الله ما يخافون من الله وين يروحون من الله هاي الناس ناس هاي اكو عجايز هنا اكو ارامل اكو مطلقات اكو شياب اكو معوقين اكو ناس فاين حظها خلي يطلع المسؤول خلي يطلع هذا بالصورة، الصوره اللي صورته عشر مترات بالشارع خلي يطلع يشوف الناس اللي دي شايلها برمضان هذا الشهر الفضيل يجيبون مساعدات يجيبون مساعدات للناس يجيبون وجبة فطور للناس لو يشيلونهم برمضان بس أقول خلي يتقوا الله والله العظيم لا يموتون إيش يلقون هناك إيش يلقون بقبورهم إيش يلقون هناك المسؤولين خلي يسوي حسنة بدنيا يعني هسه بدال الحسنة اللي يسويها يشيل المسلم برمضان يشيله منا على منطقة، خلي يعيدونا خلي يسوينا عودة عمي ما خلي يسوي لنا عوده حتى نرجع لبيوتنا بيوتنا حرموها علينا ليش يعني على بيوتك ما خليك ترجع بالهياكل ما خليك تسكن تعال اوديك على المخيم على تجاره تجاره هاي التجاره مال 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 التنسيقيه المجلس التنسيقي عتبا على المجلس التنسيقي جاي جاي يدز لنا جاي يدز لنا هنا منظمات يسجلون وين تروحون؟ اريد ناخذكم على المخيم ليش على المخيم صار سنتين؟ تحررنا ليش ما ترجعونا على اماكننا ليش ليش ترحيل قصري حتى يستفادون هم والناس البقيه فاين حظها بس اقول خلي اتقى الله ترى الله لهم بالمرصاد احنا اللي يشوفون وضعيتنا شلون انا هل محاكيك معوق وعندي ولد اثنين ذاك نار طقت عليهم عبوة وهسه مجضعين بالبيت جهال صغار جهال صغار بكبري هذا الوليد يعني لا حول ولا قوه الا بالله والنوب جانا الترحيل الترحيل امتى برمضان رمضان هذا شهر الكرم شهر الخير شهر ال... الاشياء اللي تريدها كلها بيها وهم احنا نعتب عليهم لو يجون يشيلونا يعني هاي ما حد سواها غير بس اهل الصور المحطوطين مدقوقين بالشارع صورهم من دقة الصبح وشالت ويا المساء يعني اصبحت وما امست وينهم؟ يومي انا هالمحاكيك ثلاث نوبات يجون اربع نوبات جماعه جوني للبيت اللي لك تنتخبنا وحطوا صور هالكثر بيدي ومشوا. وواحد الاخر ما ادري هذا واني عدكم واني كذا وين اهل النخوه؟ لو من يقولون احنا اهل النخوه وينهم؟ يعني حرام ينطقون هاي الكلمه بحلوقهم. اه؟ واحنا قدها وبس السوالف وقبض ماكو. مستعدين ما نشيل احنا وشيل والله وين نروح؟ نظل هنا قناتنا بس شي واحد يجي تجي القوه هنا ياخذونا يذبونا بالسجن وهاي هي تعال سعيد تعال تعال شوف طبعا معوق خلي يشوفني هاي الكاميرا قدامك وانت تدحك علي وضعيتي شلون؟ هاي بتفضل هاي شوف هاي مخصوصه هاي لحق إيه. سكر إيه. ومريض بالشهر اروح اربع نوبات الدكتور والله العظيم 300 400 الف ما تكفيني بالشهر تعالوا دوروا وقفوا انتم على ايش واقفين قادي إيه. يعني وفلوس ما عندي منين اجيب قاعدين هنا مستقرين بهالهياكل وعلى الله إيه. <applause> اهل الصينية اللي عندهم عودات اللي عنده عودة وقال هاي العودة مالك يضربوا ثلاث كلالق وطلعوا برا يقولون خلوا على الصدر يجي هو اللي رجعكم ما انتخبت ولا بشر ليش لانهم كلهم نصابة وحرامية اي حاجة على حاجة الحق هذا مو مال باطل هو الصجري وين أحد شافه والله صار عمري ستين سنة وما شايف خلقته تشرى والبعد ما كنا بالصينيه البيت ماله تقريبا مثل لا ياكل ذا وانا مو شايفه وينهم؟ بس كذب هو وغيره, وغيره 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 نزحنا للانبار انبار الى حديثه وتحاصرنا بحديثه مغاربه السنوات فمن فتحه الطريق جينا الى صلاح الدين محافظتنا صلاح الدين فنزلنا بيه هنا لقينا مجمع حياكل متفلش فاحنا عمرناه شباك جبنا له باب جبنا له وسكننا بيه صار بالسنه ونص هسه ترحيل اجباري مناطقنا مسوده ما من انفتحت لي وين نروح؟ لي وين وجوهها؟ دولة تروح على المخيم؟ حاط المخيم بهالجو هاي الشمس جو الحراره مخيم؟ برمضان يعني اليوم 13 برمضان الناس وين تروح؟ يا اخي مو عمل الناشد محافظ صلاح الدين الناشد دل... منظمات الدوليه كلها هذه تلتفت على حالنا يعني ما اعرف شلون الناس تونا تنطوا وجهها يعني اليوم انطنا يومين ترحيل خلال يومين ترحل وين تروح الناس وين تروح راحت عوائل الصينيه تقريبا 15 عائله او اكثر ثاني يوم طردوهم الناس دي وين تروح؟ وين تنطي وجهها؟ يعني هسه احنا جايب بهياكل اللي عنده كان بالله يروح يأجر بس الماء ما عنده ويوميته ما تجي حد 5000 دينار هسه عندنا اطفال جاء تشتغل بالعلوه علوان مخضر ينطون 2000 دينار هذه هي بيت لو وين يروح فالناشد يعني المنظمات الدوليه مجلس محافظ صلاح الدين المرجعيه في حدوها. تلتفت الى حالنا تلتفت الى يا اخي ما ادري يعني شلون الناس وين راح تروح وين توجهها بال 400 عائله تعال شيل اجباري يعني ناس صايمه يعني يوم نعطيك شهر شهرين إلا ما تفتح منطقتك باش احنا نرجع كنا راجعين عليها وشكرا ما لا احنا نطلب يعني نطلب بفتح مناطقنا بفتح مناطقنا نرجع مكحول بيجي صينيه القرى مكحول ورحيل منا ما نطلع رحيل ما نطلع رحيل ما حيطلع منها تريد تيجي قوة و... ننسجن روحنا كلنا أروح خلينا يأخذنا نروح للسجن عواني نظر ساكنة أهو. هاي تعال شوف هاي هاي أكل وهاي حق هاي شوف شلون هاي, هاي الجهال هاي الأطفال هاي النساء هاي الشياب هاي العجل الصايمة يعني برمضان تطلع الناس شيء إجباري ترى مو عمل ترى ما سواه لا كفار ولا يهود ولا غير ما سواه ما هيك عمل فنطلب بابغانا الى ما فتح هو شكرا. شيل <applause> ماشي على المخيم دنيا حاره وعندنا عوائل صايمه ورمضان فما ما نشيل على المخيم بنوبه شيل اللي يسوون خي يسوون ورجعونا على بيوتنا نرجع مال على المخيم ما نشي رجعونا على بيوتنا يسوون امنيات عوده ونرجع على بيوتنا باكر ما نضل تكريت باكر ما نضل احنا نشيل بس مع القوه وشيلونا على المخيم على المخيم ما نروح احنا احنا صار ثلاث سنين نازحين من الشرقاط للكركوك للرمادي وردين رجعنا جاي صارنا ثلاث سنين نازحين كل شو جينا هنا زعم استغرينا محافظتنا محافظتنا زعم استغرينا هاي محافظتنا اللي اليوم برمضان وشو هاي هم الدواء عشان هاي شو وقتها جوانا من مناطقنا هججونا فوق ال على على على, 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 على فوق هججونا هم بيش وقت هم هججونا ولا مسؤول جان ولا واحد جان بانتخابات نعم كانوا مكومين هنا وصورهم ويوم يجيك واحد ينطيك ربطه مع الصور هالقد تنتخب فلان هسه ما حد جانا هسه يرد وشيل ما نشيل والله شيل ما نشيل لو يسجنونا خلينا نروح ياخذوننا غير خلينا يذبونا بالجرائم بالسجن ظل مسجونين ونسواننا وجهالنا ظل مرتاح ويان صايم واحنا نروح ننسجن عادي وشيل ما نشيل ابد ما نشيل الا مو على بيوتنا والله ما نشيل خلينا نروح نسجن نعم ما نشيل الا مو على بيوتنا ما نشيل العمليات ما, ما نشيل خلينا ننسجن خلينا نروح ننسجن ما نشيل اخر جواب لنا والله ما نشيل يروح يسجنونا النسوان والاطفال تظل مرتاح احنا ننسجن معاناتنا هسه معاناتنا نريد يصبرونا لنا شهر يمددونا شهر شهرين ان ما نشوف شوي نشوف فقط تصير عوده بلشي نعيد بس خلونا نعيد بس خلونا نعيد ايه ورا الله كريم احنا اليوم نازحين من بيجي مناطقنا لحد الان لا طلبوا عليها عوده ويريدوا يشيلون الناس من هنا اجباري الناس اكثرها ما عندها رواتب ما عندها فلوس تاجر فالناس فاين حظها وهذا شهر رمضان شهر الكريم عدد العوائل تقريبا اكثر من 250 عائله فالعوائل هنا وين تروح هاي الناس الناس مناطقها مو عايده مكملة عوداتها مكملة كتبها مكملة أمنياتها كاملة فتريد تريد <applause> ترجع لمناطقها مناطقها أمر لحد الآن ماكو ويريد يشيلونها الناس من هاي الهياكل هاي الهياكل أكثر الهياكل مو مصبوبة فاسقفتها الناس وقعدت بيها وناس فاين حظها الناس دمرت ونطالب المسؤولين نطالب محافظ صلاح الدين ابونا وعمنا وزعيمنا اللي احنا انتخبناه واللي خلينا هنا يخلي العوائل شهر شهرين الى ما ترجع المناطقها او يطلع قدامنا غوات رجعنا لمناطقنا ومنه اللي اليوم نمشي كنا على مناطقنا ونقضي مناطقنا ونقعد بمناطقنا كافي ذلينا والله العظيم انهانت واحنا اللي احنا انا بالنسبه لي كنت بالانبار صار لي هاي اربع اشهر انا بأربع سنين انا بحديثه وغاتلت بحديثه وغاتلت هنا وانطينا شهداء وانطينا جرحى وهاي جزاعتنا من الحكومة هاي انا يعني يعني سبع اشهر والله العظيم سبع اشهر ما شايف جهالي سبع اشهر ما شايف جهالي جبناها قتال من سامره الا انطبعنا المصفى وكوننا بحديثه عائلتي كانت بحديثه محصوره بالطيارات اطير عليها من الطيارات من من بغداد على عين الاسد وطب الحديثه غادي جيس الطحين وصل عندنا مليون غادي فالناس شافت عانت ما عانت تدمرت الناس فنطلب انسانيه من المحافظه من المنظمات من المرجعيه ما اريد منهم شيء خلونا هنا يخلونا شهر شهر الى ورا العيد الناس دمرت الناس دمرت الناس فاين حظها الناس والله العظيم شو اقول يا محافظنا يا قائد عمليات يا مجلس محافظه يا حكومه الناس تناشد هاي العوائل تشوفونها فاين حظها تناشد وتريد مساعدتكم فتره هاي رمضان هذا الى ورا العيد و... وتعودوها على مناطقها ومحمد العجان احنا انتخبناه وجهان محمد العجان استاذ محمد العجان جهان اكثر من اربع مرات وقعدنا له والمنطقه انتخبته واليوم ما ندق عليه ما في يجاوبنا اكثر من اربع مرات انا دقت عليه وما جاوبني وتريد ترجع على بيوتها الناس تريد ترجع على بيوتها ما اكو عوده لا على بيوتها ولا يفعل يبقونها هنا فالناس تطلب من محافظ صلاح الدين من رئيس مجلس من اعضاء المجلس يبقونها هنا فتره رمضان ويعودونها على بيوتها وترجع الناس ترجع وبارك الله بكم واشكركم